وكما عودناكم في كل أسبوع أن نستضيف ضيفا مميزا، ومن زاوية رجال الأعمال رحبوا معي بالسيد فرحان الأسمري، إحدى رجال الأعمال المستثمرين السعوديين الموجودين داخل دولة الإمارات. في البداية لو نبتعد عن الألقاب قليلا ونعرف السادة المشاهدين، من هو فرحان الأسمري وكيف كانت بداية حياتك العلمية والعملية وصولا إلى تأسيس أول بزنس خاص فيك؟ تفضل. أول شيء أنا أرحب بك وبكافة الجروب اللي هو تابع لكفاءات الإمارات، وأيضا أرحب قناة الخليجية الاي بي سي في ضيافة مجموعة شركات مطاعم ضبي السعودية. بالنسبة لفرحان الأسمري، هو شخصية مثل أي شخصية، كان لها بدايات وكان لها عقبات، ولكن الحقيقة كان تأثري كثيرا بالوالد. صحيح أن الوالد كان لديه يعني تجارة بسيطة، ولكني تعلمت منه الأسس، تعلمت منه الأسس. من ناحية فرحان الأسمري كناحية علمية، أنا رجل أكاديمي، أعمل في القطاع التعليم، درست في المملكة العربية السعودية وبعدها أكملت دراستي خارج المملكة، ثم عدت مرة أخرى وأكملت دراستي، والآن أنا أعمل في هذا المجال. حقيقة أن أي عمل يتطلب الجهد ويتطلب أشياء كثيرة، ولكني فعلا تعلمت أشياء كثيرة، كان أهمها أن التاجر بغض النظر عن الإمكانيات المالية، إذا لم يملك الفكر فلن يستطيع النجاح. لو نتكلم قليلا عن خلينا نقول المصاعب اللي واجهتك في تأسيس أو في بداية تأسيس أول بزنس خاص فيك. والله حقيقة طبعا العقبات كانت كثيرة، من ضمنها الناس المحيطين فيك لم يكون هذا مجالهم، فكتأسيس أفكار كان هناك صعوبات كثيرة، لكن والله الحمد حكومتنا الرشيدة في ظل حكم سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وسمو ولي عهده الأمين، دللوا جميع الصعوبات وجميع التحديات أمام المستثمر السعودي. كذلك لا ننسى أيضا من أبواب الإمارات فيما يخص اللي هو القطاع الخارجي، لنا كانت مفتوحة للسعوديين ولجميع المستثمرين، وطبعا استغل هذه الفرصة بتوجيه الشكر تقدير لسمو الشيخ محمد بن زايد حفظه الله، وكذلك أيضا سمو ولي العهد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وكافة الإدارات والقطاعات الحكومية اللي فعلا دللت جميع المصاعب أمام المستثمر السعودي وكذلك أمام جميع المستثمرين. جميل جدا. طبعا أكيد كل إنسان يملك نظرة مستقبلية. استطعت أنك تأسس البزنس الخاص فيك، انتقلت إلى أكثر من محطة، اليوم المحطة كانت دولة الإمارات. أكيد سقف الطموح للمستثمر لا ينتهي. صح. بعد 5 سنوات أو 10 سنوات، ما هي نظرة فرحان الأسمري في المستقبل للبزنس؟ حقيقة طبعا عندنا نظرة تتكون من اتجاهين معينين. جميل. اتجاه داخلي فيما يخص الأعمال الموجودة عندنا في المملكة العربية السعودية. جميل جدا. يعني بدأنا في التوسع في أكثر من منطقة. جميل. أما بالنسبة للتوسع الخارجي فهدفنا حقيقة في الدرجة الأولى دولة الإمارات العربية المتحدة. نعم. لأنه فعلا إحنا ما نقولها مجاملة، أنا كأني يعني لما أكون في أبوظبي فأنا موجود في الرياض، ودائما أنا أقول ما عليك زود. نعم. دائما أنا أقول فكرة معينة أن الرياض وأبوظبي عينان لا تفترق عن بعضهما البعض. طبعا أكيد اليوم هنالك مقولة منتشرة بين الشعبين السعودي إماراتي والإماراتي سعودي، احنا بنتمنى انها تكون علاقات الدول العربية كاملة بهذا الترابط وهذا التجانس طبعا، ومن نجاح إلى نجاح، واحنا بنتمنى لك كامل النجاح والتوفيق ان شاء الله تعالى. اكيد ان شاء الله. وطبعا الدولتين اللي هي المملكة العربية السعودية وايضا الإمارات بدت بهذا النهج واصبحت نموذج لباقي الدول العربية، وإن شاء الله
يعني الآن نشاهد بوادر كبيرة في القطاع السياسي والقطاع الاقتصادي وأيضا القطاع الاجتماعي فيها تقارب كبير بين الشعوب العربية. ما سبب تسمية البزنس بهذا الاسم؟ حقيقة انه سبب التسمية ضبي السعودية لا. بهذا الاسم طبعا لروح الترابط ما بين الشعبين، فجسدناها بنموذج واقعي. طبعا الضبي هو رمز لدولة الإمارات العربية المتحدة لا. والسعودية هي مسمى للمملكة العربية السعودية. كذلك أيضا من كلمة مشهورة اللي ألقاها سمو الشيخ محمد الزايد لا. اللي ترمز إلى روح الترابط ما بين المواطن السعودي والمواطن الإماراتي لا. لما قال أنه إمارات سعودي وسعودي إماراتي أكيد. فطبعا هذه الأشياء كلها أعطتنا حافز قوي أنه نحاول نجسد روح الترابط ما بين الشعبين في هذا الاسم. كيف استطاع فرحان الأسمري أن يواكب هذا التطور وأن يتميز في ظل هذه المنافسة الشديدة؟ حقيقة أنه أساس التميز الحقيقي لأي تاجر أو أي مستثمر نعم. عندما تتميز في الخدمة التي تقدمها بالدرجة الأولى، أيضا عندما تفهم معنى الشيء اللي أنت تحاول انك تقدمه 100%. والشيء الثالث انك دائما مهما وصلت فانت لا. تنظر للامام ولا تنظر للخلف. اكيد 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 اكيد. طبعا كل التحيه والتقدير لك استاذ فرحان الاسمري، وان شاء الله عز وجل نكون في تغطيه قادمه ان شاء الله في مكان اكبر وافضل. قناتنا وبرنامج كفاءات الامارات ليس جديد عليه ان يدعم الكفاءات طبعا العربية أو الأجنبية الموجودة داخل دولة الإمارات، وتحث على الاستثمار طبعا بالدرجة الأولى. لو نتكلم عن نعمة الأمن والأمان، وهذا أهم خلينا نقول بند في برنامجنا،
هنالك قاعدة معروفة في العالم تقول إذا وجد الأمان وجد الاستقرار وجد الاستثمار. ودولة الإمارات طبعا وفرت جميع هذه الشروط. فمن واجبنا اليوم كمواطنين أو مقيمين داخل هذه الدولة الطيبة أن نوجه بطاقة شكر لحكام وشيوخ دولة الإمارات على هذه الاستضافة، على هذه طبعا الخدمات اللي بيوفروها اليوم من تسهيلات وأمن وأمان للمقيمين والمواطنين داخل دولة الإمارات. تفضل. حقيقة أنه دائما يعجز اللسان عن الشكر. هناك عدة بطاقات حقيقة. نعم. من فرحان الأسمري، أولا البطاقة الأولى شكر وتقدير إلى حكام دولة الإمارات. نعم. وعلى رأسهم سمو الشيخ محمد بن زايد، وكذلك أيضا إلى الشعب الإماراتي، كذلك وجه تحية والتقدير لسمو سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وسمو ولي عهده محمد بن سلمان، وكذلك سعادة المستشار تركي آل الشيخ. نعم. اللي فعلا يعني دللوا جميع الصعاب أمام المستثمر السعودي. كذلك لا أنسى اللي هو نمسي على الشعب السعودي. نعم. وجميع الشعوب العربية. نعم. ونتمنى أن نرى جميع الشعوب العربية تعمل أو تنهج نهج المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في الوحدة. جميل جدا. طبعا إحنا من شاشتنا وأسرة البرنامج نوجه بطاقة شكر خاصة إلى شيوخ وحكام دولة الإمارات، ولا ننسى ونخص بالذكر أيضا حكام المملكة العربية السعودية، أيضا على رأسهم طبعا الملك سلمان آل سعود. طيب خلينا نتكلم أكثر عن الشكر، دام فتحنا الشكر، الشكر لا ينتهي أكيد لكل إنسان داعم في مسيرة حياته العملية أو العلمية على حد سواء. أكيد. هنالك أشخاص كانوا داعمين للأسمري في مسيرة حياته العملية أو العلمية، لمين اليوم بتخص الشكر أو خلينا بتوجه الشكر؟ والله شوف، احنا نكون مجحفين لو قلنا انه الشكر والتقدير مقتصر على ناس معينين، كل واحد كان له دور أكيد معين أكيد في حياة فرحان الأسمري. ولكني طبعا أحث بالتحديد والدي وكذلك والدتي، كان لهم دور كبير، وجه لهم كل التحية طبعا، وأيضا أخواني، وكذلك أيضا صديقي العزيز والأخ عبد العزيز، وجه له كل التحية طبعا، تركي العتيبي، اللي فعلا لم يكن مجرد شريك فقط بل كان صديق وأخ وشريك في الرحلة، في شريك حتى في الحياة. يا سلام يا معي سلام. ففعلا يعني كانت فرصة أني أوجه له الشكر رغم أنه هو موجود معانا، والكلام فيه طبعا أكيد مهما قلنا فيظل قليل. أكيد أكيد طبعا إحنا بنوجه له كل التحية طبعا والتقدير من شاشتنا، وأيضا لكل إنسان كان داعم لفرحان الأسمري إحنا بنوجه له كل التحية والتقدير. الله عز وجل في نهاية البرنامج بنقول قدم العامل على القاعد درجة، فاليوم لا يستوي القاعد في بيته ويشتكي الحال عن الإنسان المكافح. صحيح. اللي بيحارب في الحياة اليوم عشان يستطيع أنه يعيش عيشة خلينا نقول كريمة أكثر، وأنه يصل إلى أحلامه. رسالة اليوم من هذا المنبر خلينا نقول الكريم إلى الشباب الحالم والطامح في مجال العمل أو البزنس. حقيقة أول رسالتي لهم هي إذا أردت التميز فعليك أن تأتي بالجديد. يا سلام. والشيء الآخر دائما الموظفين لابد أنك تراعي فيهم الله عز وجل. أكيد. وكذلك تحفزهم، لأنه حتى في حديث شريف يقول أعطى الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. فثق تمام الثقة. صحيح. أنك لما تكون عندك هذه الفكرة فأكيد أنك راح تكون إنسان ناجح فعلا، لأنك مهما قدمت إن لم يكن لديك موظفين فعلا يكونون هم ينظرون إلى هذا المكان أو هذه المنشأة على أنه مكان أو بيت لهم. نعم. فلن تستطيع النجاح. طبعا إحنا من هذا المنبر نوجه للشباب طبعا المقبلين على الاستثمار بهذه النصائح الرائعة والطيبة. اليوم خذ النصيحة كما يقول المثل، من مجرب ولا تأخذها من خبير. صحيح. فاليوم أمامنا نموذج رائد في مجال الأعمال، إحنا بنوجه له كل التحية والتقدير.
كان لقاء رائع للأمانة، وإحنا نتمنى أن يكون في لنا لقاء قادم في قادم المواعيد إن شاء الله. أكيد أنتم تشرفونا في أي وقت، وبالعكس أنتم غمرتونا بتشريفكم للمكان. بارك الله. وأيضا أنا أحب أني أنا أشكر السادة المتابعين في قناة الخليجية EBC، وكذلك أشكر جروب كفاءات الإمارات، ودائما ثقوا أنه المكان هذا مفتوح لكم. بارك الله. وجميع الناس اللي فعلا تحاول أنها تظهر كفاءات. ما هي غريبة طبعا على أهل المملكة الكرم والجود وحسن الاستقبال. مع الصاحب والشريك عبد العزيز العتيبي. طبعا لو نبتعد ايضا قليلا عن الالقاب في البدايه ونعرف الساده المشاهدين، من هو عبد العزيز العتيبي وكيف كانت بدايه حياتك العلميه والعمليه؟ اول شيء احييكم واحيي الاخوه القائمين على هذا البرنامج. الله يحييك. فرصه سعيده شرفتونا في هذا المكان. نعم. واخوكم عبد العزيز تركي العتيبي من الرياض. اهلا وسهلا. طبعا بدينا تقريبا منذ 7 سنوات. ما شاء الله. بداية التجارة كانت مع والدي، ولكن كان بشكل بسيط. نعم. داخل المملكة العربية السعودية، ثم تطورت إلى الاستثمار خارج المملكة. نعم. بعدما التقيت بأخي وصاحبي الأستاذ فرحان الأسمري. كان صاحب الرحلة خلينا. كان صاحب الانطلاقة خارج المملكة، وكان ولا نستغل من استشارات الداخل المملكة، كان برضو داعم لي. جميل جدا. لو نتكلم عن الصعوبات اللي مريت فيها في بداية الاستثمار، هل كانت هي صعوبات أم هي كانت تحديات، وكيف استطعت أنك تتخطاها؟ نعم، ما نقدر نقول أنها صعوبات، بل قد نقول تحديات بسيطة ولله الحمد والمنه، وتجاوزها بالصعبة. أصعب حاجة صارت لنا يعني مجرد انتقالنا من استثمار من بلد إلى بلد آخر. نعم. كان ممكن كثير يتساءل عن هذا الاستثمار، نقلة نوعية. نعم، استثمارك من مكان وتأخذ جزء من استثمارك تحطه في مكان آخر. نعم. هذا برضو من ضمن يعني الصعوبات. اللي من الصعب ان الناس يستوعبها، ولكن لله الحمد والمنه كانت تجربه ناجحه. أكيد. هنا وهنا ولله. اكيد. طبعا احنا نتمنى لك كل النجاح والتوفيق. اكيد بيئه الامارات خلينا نقول هي بيئه استثمار خصبه، وزي ما تكلمنا عن المنافسه شديده جدا داخل دوله الامارات. اليوم كونك شريك في هذا خلينا نقول البزنس، كيف استطعت انك تقدم الاشياء الافضل داخل البزنس؟ احنا حاولنا قدر المستطاع نقل الثقافه السعوديه داخل الامارات. يا سلام. بحيث ان يكون يتداخلون هؤلاء السعوديه مع الامارات، يتداخلون في ثقافات معينه يعني. جميل. ما للسعوديه والمأكولات السعوديه نوفرها هنا، وكذلك يوجد في الامارات السعوديه مأكولات ومشروبات في الامارات. جميل. اكلات اماراتيه. جميل. يعني خلينا نقول حاولتوا اليوم توفروا بزنس يحمل ثقافتين. جميل جدا. وهذا دل على الاسم بعد. جميل جدا. حتى الاسم الضب السعودي. نعم. دل على الثقافتين. نعم. جميل جميل جدا. كان ميكسينج او خلينا نقول كومبينيشن، مزيج رائع. اليوم لقى استحسان كبير من الناس. سهل. جميل جدا. نظرتك المستقبليه عبد العزيز؟ النظرة المستقبلية بإذن الله تعالى راح نوفر جميع دول الخليج بنفس المسمى، في الكويت في قطر. كذلك النظرة المستقبلية راح نسمح بنظام الفرنشايز اللي هي العلامة التجارية لجميع من حب يستثمر. جميل جدا. بنفس مسمانا نرحب به كجميع المستثمرين. جميل جدا. على الفرنشايز سواء كان في الامارات او السعوديه او قطر او الكويت او جميع
البلدان هذه من ضمن الأفكار المستقبلية. جميل جدا طبعا، نتمنى لكم كل النجاح والتوفيق إن شاء الله، وهذه خطوة رائعة للأمان. اليوم نستطيع أن نوفر علامات تجارية للشباب اللي خلينا نقول حاب يبدأ في مجال الاستثمار، يأخذ علامة تجارية جاهزة يستطيع أنه ممكن نوقف معاه نعطيه جميل. كل شيء من خبرة، من خبرة ممتاز، حتى نجعله مستثمر ناجح مثل ما مكاننا الحمد لله. جميل جدا، جميل جدا. طبعا احنا بنتمنى لكم كل النجاح والتوفيق، ومش بس نشوفكم يعني على مستوى دولة الإمارات أو مستوى السعودية، إن شاء الله بنشوفكم على مستوى الخليج، وإن شاء الله الانطلاق خارج الدول العربية إن شاء الله تعالى. طبعا خلينا نتكلم أكثر اليوم كونه معنا أحد الشباب السعوديين عن رؤية طبعا الأمير محمد بن سلمان اليوم. ما هي خلينا نقول بوادر رؤية 2030؟ نعم، رؤية 2030 هذه نعتبرها فرصة لنا يا شباب، لأن سميت حتى رؤية الشباب. رؤية الشباب، يا سلام. نعم، بادرة من سيدي ولي العهد، وكذلك هذه الرؤية تدعم جميع الشباب في الاستثمار سواء كان داخل المملكة أو خارجها، وتستقطب دول الخليج أكيد. إلى الاستثمار داخل أكيد. السعودية أكيد. طبعا أكيد اليوم كونك مستثمر سعودي داخل دولة الإمارات، حاب توجه رسالة للشباب المستثمرين اللي حابين يبدأوا الاستثمار خارج دولة الإمارات. نعم طبعا، مثل ما تفضلت وتفضلت أخوي أستاذ فرحان، أن الإماراتي سعودي والسعودي إماراتي، وهذه مقولة معروفة، ومثل ما نحن ما لم نجد صعوبة في تواجدنا في الإمارات في أبوظبي، كذلك جميع المستثمرين سواء في الإمارات أو خارج الإمارات لن يجد صعوبة في الرياض والسعودية بشكل عام، لأن كلها بلدين عينين في رأس واحد. يا سلام. ولا يعني يكون في هناك أي مخاوف أو مخاطر في هذا التجارة. طبعا هذه رسالة أيضا للشباب المقبل على الاستثمار. اليوم المملكة العربية السعودية فاتحة أبوابها اليوم لجميع المستثمرين، الرؤية واضحة طبعا للنمو والاستثمار والتطور. نسأل الله عز وجل دوام الأمن والأمان على بلادنا العربية والاستقرار، وأن نكون في مصاف خلينا نقول وفي مقدم الدول العالم إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. طبعا أخيرا وليس آخرا، لكل إنسان زي ما ذكرنا إنسان يعني داعم لك عبد العزيز، اليوم مين اللي مستحق منك كلمة شكرا؟ الشكر لله سبحانه وتعالى أولا، ثم نعم. لحكومتنا حكومة خادم الحرمين الشريفين، نعم، وكذلك الشكر لحكام وشيوخ دولة الإمارات، أكيد موصول أكيد، لدعمهم لنا وتنسيق جميع الاستثمار ده. وتسهيل لنا الاستثمار في جميع البلدان سواء كان من المواطنين أو من المقيمين. جميل. كذلك لا أنسى الشكر لوالدي الذي ربى فينا التجارة منذ الصغر، وعودنا على أن نراه دائما ذاهبا في استثمار منذ الصغر، حتى كانت لنا هواية ومحبة لهذا الاستثمار. نعم. والتجارة. ولا أنسى أيضا عدي روحي وصديقي وشريك روحي قبل أن يكون شريك استثمار. نعم. الأستاذ فرحان الأسمري. نعم. مثل ما ذكرنا قبل قليل أنه طور من الاستثمار حتى أصبح الاستثمار ليس فقط في السعودية بل خارج السعودي، وهذا له شكر والتقدير ولن أوفي حقه حتى مهما ذكرت. طبعا احنا بنتمنى لك كل النجاح والتوفيق للأسماء التي ذكرت وللأسماء التي لم تذكر، لكل إنسان اليوم كان داعم لعبد العزيز نتمنى له كل النجاح والتوفيق. اليوم احنا سعيدين جدا بهذا اللقاء. في البداية عرفتكم بنفسي، معكم هيفا مديرة مطعم كوفي ظبي السعودية. طيب أنا هقول لكم على الخدمات اللي موجودة عندنا. إحنا عندنا قاعات مناسبات كأعياد ميلاد، كاجتماعات تشيل أكتر من 50 شخص. عندنا كمان صالة بليارد كلعب جيم، عندنا بلاي ستيشن،
عندنا المطبخ كامل من كل الأكلات، خليجية مغربية مصرية، يعني شامل كله، حتى في الحاجات الشعبية يعني. كمان احنا عندنا الخدمة اكتر من ممتازة، عندنا ستاف كويس جدا، اي خدمة هتكون يعني محتاجها اي شخص موجود هيلاقيها.